واحنا عندنا مطالب ودائما يطالبون فيها المواطنين، الا وهي مدرسه ثانويه للبنين وللبنات. طبعا احنا تكلمنا مع وزاره التربيه وخبرونا ان راح تكون هناك مدرسه ثانويه للبنين في مدينه سلمان، وهذه طبعا ننتظر احنا التنفيذ باذن الله تعالى. وجزاهم الله خير، التربيه طبعا اضافوا صفوف في مدرسه البنين وكذلك مدرسة البنات، حاليا العمل قائم. مركز الصحي طبعا النائب النيابي عبد الله بن ابراهيم الدوسري اقترح ارض قريبه للمرفأ، وان شاء الله يعني المشروع هذه ينفذ، وهذه امل اهالي البديع انه يكون في مركز صحي يخدم شريحه كبيره في البديع ويقيهم عن طبعا الذهاب الى السلمانيه ومستشفى العسكري. نذكر ان هناك مطعم في مرفأ البديع من 2007 لحد الان مغلق، وهذا طبعا ايرادات الدوله، فنتمنى يعني ونطالب الجهات المعنيه باسراع لتنزيله ك يعني في المناقصات عشان احيائه، وهم يصير دخل طبعا الدولة. عندنا ازدحامات تصير في الليل، عندنا يعني أماكن ما يوجد فيها صرف صحي، وعندنا حاليا مشروع جزاهم الله خير وزارة الأشغال قاموا ب طبعا مشروع صرف صحي في مدينة في البديع في مجمع 557، وما زال العمل قائم، لحين ما انتهى العمل. نفتقد إلى الملاعب الخاصة بالفرجان، يعني ما عندنا الا ملعب واحد في ممشى للديع، ويفتقد حتى للصيانه. فنتمنى ان شاء الله من المسؤولين ان يعملون لنا ملعب او ملعبين بناء على الامر من سمو الشيخ ناصر بن حمد. كذلك نتكلم عن الممشى. الممشى هو يعتبر الواجهه البحريه لمنطقه البديع، وعندنا نقطه على يعني احد المستثمرين اللي ماخذ جزء من الممشى. نتمنى انه يعني يتم انهاء العقد المتنفذ ويصبح الممشى ملك للاهالي كلهم. كذلك نتمنى من المسؤولين النظر في عمل الحدائق الخاصه بالمناطق، خاصه عندنا حديقه في منطقه الشقق الاسكانيه محتاجينها للاهالي، ونتمنى ان تبصر على النور ونشوفها في القريب العاجل.